نبدأ بأول خبر مشاهدينا الكرام لليوم، وهو غليان داخل شوارع قطر بسبب رفض دخول الطائرات السعودية لدوحة لنقل الحجاج القطريين، والمحتجون القطريون نظموا مسيرة احتجاجية على منع الحج. في التفاصيل، أنه أدت السياسة القطرية القمعية لحالة من الغليان داخل المجتمع القطري، خاصة بعد منع الحجاج القطريين من السفر إلى المملكة العربية السعودية رغم التسهيلات اللي قدمها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وده ما دفع المحتجون القطريون على سياسة تميم بن حمد بن خليفة الثاني إلى تنظيم مسيرة احتجاجية بالعاصمة القطرية الدوحة، وده كان عصر اليوم. وبدأ المحتجون التوافد أمام جامع محمد بن عبد الوهاب احتجاجا على منع الحج، وكانت أعلنت المملكة العربية السعودية دخول بالفعل 415 حاج قطري عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج. و ايضا انه يعني كل هذا مشاهدينا الكرام بطبع على خلفيه انه قطر رفضت دخول 7 طائرات تابعه للخطوط الجويه السعوديه اللي كان خصصها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لنقل الحجاج القطريين على نفقته الخاصه، واستضافهم بالكامل ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمره.